presidente del Real Madrid, Luis Figo, será jugador del Real Madrid. أول كلمة تتبادر إلى أذهان الناس عندما يسمعون اسم لويس فيغو على أنه خيانة بالطبع كان هناك لاعبين لعبوا لكل من ريال مدريد وبرشلونة إلى جانب الجناح البرتغالي، ولكن لم يفعلها أحد بشكل مثير للجدل ونفاقا كما فعل هو بالترحيب بعودته إلى جولة بلس. وفي فيديو اليوم سنتحدث عن أكبر خيانة في تاريخ كرة القدم، ولكن تأكد أولا من اشترك في قناتنا للمزيد من محتوى كرة القدم. أولا وقبل كل شيء نريد أن نشرح سبب عدم رغبة برشلونة في مغادرة فيجو للرحيل في يوليو من عام 1995. برشلونة اشترى فيجو من سبورتنج، وقال مديرهم في ذلك الوقت يوهانسي لإعطاء اللاعب الشاب الوقت الكافي للتأقلم مع تكتيك النادي التكتيكية. في الموسم الأول سجل فيجو 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. تحقق التوقع في الموسم الثالث، فيجو هو بالفعل أحد قادة برشلونة الفائز بكأس إسبانيا كأس السوبر الأوروبي في سن البالغ من العمر 25 عاما، يقود لأول مرة الفريق كقائد للفريق بعد فوزه بلقب آخر. يبدو الآن من أن القميص الذي يحمل اسمه هو الأكثر شعبية لدى المشجعين الذين يؤمنون بصدق أنه سيساعد في تحقيق حلمهم بالفوز باللقب الذي طال انتظاره. في برشلونة افتتح فيغو 3 حانات ومطعمين، ويبدو أنه سيبقى هناك لفترة طويلة، ولكن كان هنالك رجل كان لديه خطة أخرى لفيغو، ولكننا سنتحدث من هذا الأمر لاحقا. كان موسمه الأخير 1999-2000 مثيرا بإحصائيات 51 مباراة 14 حاسمة. هو منافسا رئيسيا على لقب البالون دور بنهاية ذلك الموسم قبل عام. من استقالته عقده، حيث قام برشلونة بإلغاء شرطا جزائيا بقيمة 60 مليون يورو، وهو ما يعادل 100 مليون يورو اليوم بسبب التضخم. في عام 2000 كان فلورنتينو بيريز أحد المرشحين لتولي رئاسة ريال مدريد، وكانت حملته الانتخابية في الأساس حول جعل النادي مليئا بالنجوم والقدرة على شراء كل لاعب في السوق. وأحد لاعبي برشلونة كان المشجعون قلقين من أن أفضل لاعب لديهم قد يذهب إلى منافسهم الأكبر، لكن فيجو نفسه أقنعهم بأنه لن سيذهب إلى أي مكان. لكن مع ذلك إذا حدث الانتقال فإن ذلك سيعني أن ريال مدريد هو النادي الأفضل والأكبر رسميا. في إسبانيا أخيرا أجرى مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو، حيث قال أنا باق في برشلونة، هذا هو قراري الأخير. Una azulgrana de pro fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ahí la tienen, esa es la imagen del día. El portugués con su nueva camiseta con el número 10, acompañado por la gran... في 24 يوليو 2000، الرئيس الجديد البلانكوس أوفى بوعده لويسون فيغو لاعبا في ريال مدريد. هذا يمثل أكثر من مجرد الحصول على لاعب موهوب، بل كان تعبيرا عن هيمنة ريال مدريد سواء داخل الملعب أو خارجه. كان عمره 27 عاما. في أوج عطائه بعد 6 أشهر فقط اعترفت به رسمية الفيفا كأفضل لاعب كرة قدم في العالم. بالنسبة إلى جماهير برشلونة كان هذا أسوأ كابوس حدث استحوذت مدريد على نجمهم الأكبر الذي كانوا يأملون فيه الكثير. علاوة على ذلك لم يجد لويس حتى الوقت الكافي لتوديع زملائه السابقين، تحول من أيقونة كاتالونيا إلى جرذ، وبمجرد أن بدأ الناس الذين أحبوه يكرهونه كما لم يكرهه أحد في كل مباريات الكلاسيكو، بدأ يبدو مثل الجحيم. Y ahí le llega de todo. Cuando más cerca ha estado de la grada Luis Figo en esa jugada en la que se tuvo que ir. كان الجو هناك مرعبا، المشجعين كانوا يلقون كل شيء فيه الى الشخص الذي خانهم بمجرد ان القوى رأس الخنزير حكم 2002 اضطر إلى إيقاف المباراة مقابل 20 دقائق، وأرسلت اللاعبين إلى الخزانة غرف بسبب ما حدث خلال الكلاسيكو. ولكن لماذا يوافق فيجو على الجميع من هذا ما كان له فائدة تغيير؟ كان كل هذا من أجل المال والطموحات. عندما بدأت ملحمة الانتقالات حاول لويس ووكيل أعماله فسخ العقد مع برشلونة، حيث سيحصل على زيادة كبيرة في الراتب. رفض برشلونة ذلك كما فعلوا للتو الاستقالة قبل عام من ذلك. ينتهي عقده مع برشلونة بعد 3 سنوات. يريد تحسين شروطه، ولكن الآن لن نفعل ذلك لأننا فعلنا ذلك منذ قبل عام، قال رئيس برشلونة جوزيف نونيس، بينما قدم ريال مدريد عرضا حيث سيحصل فيجو على 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد. في الموسم الواحد في ذلك الوقت كان أكبر راتب في الدوري بأكمله، لذا فقط من الناحية
من الناحية المالية كان ريال مدريد ببساطة الخيار الأفضل. الآن دعونا نتحدث عن السبب الثاني وهو طموحات فيجو. أشار إلى رغبة في الفوز بالمزيد. البطولات والتقدم بمسيرته إلى أعلى مستوى فريق ريال مدريد الإسباني يخلق مناخا أكثر تنافسية وفرصة أفضل للنجاح. في برشلونة فاز بكل الألقاب التي حققها في برشلونة التي استطاع الفوز بها باستثناء لقب بطل. وفي عام 2002 فاز فيه أخيرا بالدوري مع فريق مدريد، بينما كان على برشلونة الانتظار 3 سنوات أخرى للفوز بالبطولة. بالبطولة بدأ هذا الانتقال أيضا حقبة أخرى من جلاكتيكوس بعد أن اشترى فيجو زيدان أوين وبيكهام والبرازيلي رونالدو والعديد من لاعبين آخرين مذهلين. إحصائياته الإجمالية لريال مدريد هي 245 مباراة، 57 هدفا، و93 تمريرات حاسمة. هل كان يستحق كل هذا العناء؟ نفسه أنه لا يندم على أي شيء. ربما لو بقي في كاتالونيا اليوم كان سيعتبر كأحد أفضل اللاعبين في كل العصور، ولكن في الوقت الحاضر يربطه الناس بشكل أساسي بالخيانة. أعلم أنني في مسيرتي المهنية قد ارتكبت الكثير من الأخطاء. من الطبيعي أنني لست مثاليا ولا أريد أن أكون كذلك، لكني لم أرتكب هذه الأخطاء لأجرح أي شخص. بما أذيت نفسي لأنني لم أستطع أن أقول لا، ولكنني أحاول ألا أندم على ذلك لأنه عديم الفائدة.